الاحتفال بحصول الجامعة التكنولوجية على المرتبة الأولى بين جامعات البلاد في تقييم الأداء، هو المركز الثاني بحسب التصنيف العالمي بين جامعات القدرة. يوم الجامعة التكنولوجية تخللته مطالبات رسمية بضرورة عودة الكفاءات العراقية من خارج البلاد في ضوء الامتيازات التي يأمل المسؤولون أن تشكل حافزا لهم. هذا إنجاز كبير على مستوى القطر، وأيضا حصلنا على التصنيف الثاني بين جامعات القطر في التصنيف العالمي. ندعم بقوة عودة الكفاءات العراقية وخاصة العلماء في كل مكان، وعملنا كثير من الامتيازات لهم. ستكون هناك حملة كبيرة جدا من الهجرة بالعكس من الخارج للعراق. استعراض التخرج تضمن مسيرة طلابية للخريجين شارك فيها أكثر من 14 قسما من المراحل الهندسية الأخيرة، بالإضافة إلى أساتذة ورؤساء تلك الأقسام، وهو ما وجده الطلبة والأساتذة شيئا مميزا بعيدا عن الاحتفالات التقليدية للتخرج. هذه بداية، لأننا انحرمنا من هذا الاحتفال أكثر من 10 سنوات، والآن بدأنا الخطوة الأولى في أن يعرف الطالب بالخريج ويعرف الأستاذ أن هناك يوم يحتفل به ويشارك الآخرين في هذه المناسبة. أول مرة يسووها بالكلية استعراض، وخاصة الجامعة كلها، وإحنا 14 قسم يعني، فكل شيء حلو، فتشي حلو يعني. أول مرة يصير احتفال بجامعتنا، فتشي يعني شعوري كش رائع لما مرينا قدام الجامعة كليتها. ومن بين تلك الامتيازات التي يتوقع أن تغري الكفاءات العلمية بالعودة إلى البلاد هي قانون الخدمة الجامعية وقانون تكريم العلماء وجذب الطاقات العلمية. أحمد سمير، السومرية.